قصص عربية. الأميرة أنستيجا، الجزء الثاني. لابد أنكم سمعتم عن تانزونغا، أأمن مملكة في العالم، حيث كان الناس سعداء، وكانت الأيام ممتعة، والليالي، الليالي رائعة للغاية. ومؤخراً امتلأت سماؤها بالنجوم الساطعة، تبدو وكأنها ترسل رسالة لشخص ما، شخص ما على الأرض متصلاً بها، شخص مميز. ساعدينا يا صغيرة، ساعدينا. أنا استهجة، شعب المملكة متحمس للاحتفال يا أميرة. أجل، آسفة، كنت... هل أنت بخير يا آنا؟ أخبرت أنستيجا ميتشيكو عن حلمها وكيف شعرت أنه حقيقي. وفي الشهرين الأخيرين أصبحت أراه كل ليلة. اندهش ميتشيكو بشدة وأخذ نفساً عميقاً. ما الأمر؟ أظن حان الوقت لتعرفي. في جنوب البحر الأصفر توجد مملكة عاشت فيها الجنيات سابقاً واعتزوا بها، كانت تدعى أرض تيارا. كانت أرض تيارا تحت حكم ملكة الجنيات إرسا. كانت المملكة أسعد مكان على الأرض، لكن حاكم أراضي بارين الشرير الملك كابتو هجم عليها وبجيشه الكبير وصل للمملكة، لكن حينها والدك الملك روبن أتى لإنقاذهم وإبعاد جيش كابتو. أبي؟ أجل. ثم ماذا حدث؟ لحسن الحظ باركت أرسا والدتك التي كانت تنتظر إنجابك، وعندما ولدت كان لديك نفس نجبة الكوكبة تحت عينيك مثل ملكة الجنيات، لكن عندما استولى بوريس على تانزونغا انتهز كابتو الفرصة وأعد خطة لمهاجمة أرسا، ليس بصحبة جيشه فقط بل أيضاً بخطة شريرة جداً. قرر أن يستغل فرصة كسوف الشمس. كسوف الشمس؟ الجنيات تستمد قوتها من الملكة أرسا، والملكة أرسا تستمد قوتها من النجوم، والشمس هي أقرب نجم، وخلال كسوف الشمس تضعف قوة أرسا. أخذ صولجنها بعيداً واحتجزها في قفص بعيداً عن المملكة، وفي غيابها أصبحت الجنيات ضعيفة، وحينها لم يستغرق الأمر طويلاً حتى احتل المملكة. يجب مساعدتها. هذا سبب تواصلها معك، لكن علي أن أحذرك، الطريق إليها مليء بالمخاطر والوصول إليها صعب. لا أحب ما هو سهل يا معلم. وهكذا تلك الليلة شرح لها ميتشيكو نموذجاً مصغراً لخريطة تيارا وضواحيها حيث احتجزت إرسا. شكراً يا معلم، سأطلب منك أن ترحل، رجاءً اعتني بالمملكة وسأعود قريباً. مهلاً، لم لا أرى أعينكن مغلقة؟ نعم، هذا سيعلمهن درساً. ما الذي؟ تبحث عن صديقك؟ من أنت؟ ألا تعرفين أن الملك كابتو؟ لو رأيتك أو أياً من رجال الملك يزعج هذه الجنيات أؤكد لك أنك لن تعيش طويلاً. الآن أهرب، أهرب، وأخبر ملكك أن أيامه معدودة.
من أنت؟ أنا إيجا. أوه، سمعت عنك. أنت إيجا الخارقة، أتيت لإنقاذنا. لديها ندبة تحت عينيها مثل الملكة. اسمعا، أحتاج مساعدتكن. على كل الجنيات أن يجب أن أتحرك الآن. وداعا. ياه، أود أن أكون مثلها. أنا أيضا. أنا أيضا. وعند بزوغ الفجر وصلت أناستيجا إلى ضواحي أرض تيارا، وهناك وجدت أول تحد ينتظرها، العملاق الصخري. من أنت؟ وماذا تريدين؟ أريدك أن تبتعد عن طريقي حتى أكمل رحلتي. فقط إذا استطعت إجابة سؤال. هذا أسهل مما تخيلت. أجل؟ بالتأكيد. هيا اسأل. ماذا؟ هل تسخرين مني؟ لا يا سيدي، أنا لا أفعل. حسنا، أخبريني إذن. كلما تأخذينها تتركين خلفك أكثر. ما هي؟ كلما تأخذينها تتركين خلفك أكثر. ماذا تكون؟ قطعت كل تلك المسافة ولا أعرف إجابة هذه الأحجية. بعدما قطعت كل هذه، انتظر لحظة، وجدتها. وجدتها. الإجابة هي الخطوات. كلما تأخذها تترك خلفك أكثر. حسنا، يمكنك العبور. وهكذا تنحى العملاق الصخري جانبا. وداعا. وبعد السير لبعض الوقت شعرت فجأة أن الأرض تتحرك تحتها، وقبل أن تكتشف الأمر كانت معلقة في الهواء بشكل عكسي متدلية من حبل. نعم. حسنا، هذا ليس جيدا. كيف فعلت هذا؟ فجأة الندبة تحت عينيها بدأت تلمع. فهمت أناستيجا أنها أوشكت على الوصول. ركضت حتى وصلت إلى حافة حفرة، لكن لم تكن عادية، بل كانت من النار. وعلى الجهة المقابلة كان هناك قفص. لم تتمكن أناستيجا من رؤية من بداخله، لكنها عرفت أنها يجب أن تكون إرسا. والمشكلة كانت أنه لا يوجد جسر للعبور. ماذا أفعل الآن؟ فخورة جداً بك. ليس لدينا وقت، علينا الوصول للمملكة سريعاً. لابد أن الجنيات تخلصوا من الحراس بواسطة الشراب. علينا الوصول سريعاً ومهاجمة كابتو. حسناً. في تلك الأثناء لم يعلم الملك كابتو أن بخارج غرفته كل حراسه سقطوا نائمين. مجاني، أنا أنوي الاستيلاء على تنزونغا. سمعت أنها مملكة جميلة، وأحب تحويل الممالك الجميلة إلى فوضى.
أجل يا سيدي، لكن ماذا عن المعارضين ومهاجمتهم لحراسنا؟ ألا يجب عليك أن تقلق؟ لا، مستحيل. اهتم أنت بهذا الشأن، لدي أشياء أفعلها. أريد الاستيلاء على تنزونغا. حسناً يا سيدي، رغم أني سمعت أن حاكمتهم أميرة قوية، الأميرة أناستيجا. أميرة؟ هل هي من خدعت بوريس؟ الخداع هو فن أنا أتقنه عندما كنت... ماذا؟ أرسى؟ أرسى؟ كيف تحررتي؟ حراس؟ قلها مجدداً، الخداع هو فن أنت ماذا؟ من أنت؟ حراس؟ موجوني، ماذا يحدث؟ سيدي، هذه هي. من؟ الأميرة أناستيجا. ستدفعين ثمن هذا. هل حقا تعتقد أن الأميرات ضعيفات؟ لقد حان الوقت لتغير رأيك. حقا، لا يمكنك آذيتي. أمتلك صولجان أرسى ولن تستطيع العثور عليه. هل تعني هذا؟ كيف وجدتيه؟ اسمع يا كابتو، تخطينا كل حراسك. إذا كان الحاكم فاسد فسقوط إدارته لا يستغرق كثيراً. جنيات، هيا. لا، وهكذا استعادت الجنيات سحرهن. وضع كابتو في القفص وأرسل لنفس المكان حيث احتجز الملكة أرسى. لا، عاد الحب والسحر إلى أرض تيارا بعدما عادت الملكة مجددا وهللت الجنيات لها، وفعلنا ما هو أكثر، وهو الاحتفال بالمنقذة الأميرة أناستيجا. شكرا لك يا أنا، شكرا على كل شيء. لا يجب أن تشكرينني، إنه واجبي، ونحن متصلتان. أجل، إننا متصلتان بالشمس. لكن يجب أن أخبرك، أنت قوية جداً، عليك تعلم استخدام قواك ومعرفة كل قدراتك. حسناً، أما الآن علي العودة للشعب. أي شيء آخر ينتظر؟ وهكذا عادت الأيام السعيدة لأرض تيارا، وابتهجت تنزونغا لعودة الأميرة. رائع. شهدت السماء احتفالاً كبيراً بواسطة آلاف الفوانيس الورقية التي أطلقت في السماء، بينما النجوم اللامعة في الخلفية تقوم بدورها.